السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو هذا غنوريكم واحد الطريقه اللي بسيطه بزاف كيفاش انكم تعدلوا اي رساله كيف ما بغات تكون على الواتساب. هذه الميزه هذه ضافتها الواتساب مؤخرا عاد جديده بدون ما تمسح الميساج، فقط كترسل رساله مثلا السلام، مثلا ارسلتها انا بحال هكا وبغيت نغيرها، بغيت نغير هاد السلام. نورمالمون كنمشيو كنكليكيو هكا وكنمسحوها من هنا ديليت فور ايفريوان، يعني كنمسحوها ما يشوفهاش الشخص الاخر، هكا ما كيشوفهاش. ولكن واتساب درت واحد الميزه جديده هي مثلا السلام درتها بجوج ميمات، خصنا نغيروها بدون ما تحذف الرساله. كنكليكيو عليها مزيان كنمشيو لثلاثه د النقط اللي الفوق، هنايا كابي وهنايا ايديت. ايديت هي تعديل، يعني خصنا نعدلو هذه الرساله. كنمشيو لهنايا كنعدلو كيف ما بغينا، السلام لاباس عليك، كنكليكيو هاهي السلام لاباس عليك، يعني بدون ما نمسحو الرساله كنغيروها، كنغيرو الرساله تلقائيا. المهم خوتي الى كان عجبكم هذا الفيديو هذا ما تنساوش تضغطوا على زر لايك سبسكرايب باش يوصلكم كل جديد. بيس. هادو بعض الخدمات اللي كنديروا عن بعد، الى بغيتوا تستافدوا من الخدمه من هذه الخدمات هادو ما عليكم سوى تواصلوا معنا على الانستغرام او الواتساب او الفيسبوك، دائما موجودين ان شاء الله. بيس اند لاف.